من الواضح أن الإدارة الأمريكية عندما ننظر إلى سياساتها فهي كانت تواجه تحديات كبيرة في علاقاتها مع بعض دول المنطقة، بما فيها دول كانت لها علاقات وثيقة منذ فترة طويلة مثل السعودية وإلى حد أقل الإمارات وحتى بعض الدول الأخرى. ولكن في نفس الوقت أيضا فإن التطورات الأخيرة التي يشهدها العالم وتشهدها أوكرانيا طبعا، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي هي ليست فقط حرب روسية أوكرانية بل هي حرب بين ناتو فعلا وحرب وروسيا تجري على أرض أوكرانيا، هي حرب بالوكالة. هذه أعتقد أنها أيضا لعبت دور مهم جدا في هذه في فكرة الزيارة إلى المنطقة، وأيضا في تبني بعض السياسات وتغيير في المواقف الأمريكية. ولكن في نفس الوقت يبدو أيضا أن الرئيس الأمريكي لا يزال يواجه الكثير من الضغوط من قبل قوى سياسية داخل الولايات المتحدة. كانت هناك انتقادات كثيرة للإدارة على قرارها مثلا بتغيير موقفها من السعودية، حيث كانت تعتبر الرئيس بايدن وصف السعودية في بداية عهده بأنها دولة منبوذة مثلا، وكان ذلك منه بسبب قضايا كما قال تتعلق بحقوق الإنسان، قضية خاشقجي الصحفي السعودي الأمريكي. وبالتالي فإنه كان هناك توتر في هذه العلاقة. ولكن أعتقد أنه هناك أيضا قضايا أخرى، وجزء سمعت قليل مما ذكره ضيف قبلي، وهو أن الحديث مثلا عن موضوع التطبيع، هذا أيضا المواضيع الأساسية التي تريد الإدارة الأمريكية أن تطرحه، وتم إرسال عدد كبير من المسؤولين وبزيارات مختلفة وفي أوقات مختلفة خلال الأشهر الأخيرة إلى المنطقة حتى قبل أسبوعين تقريبا للتركيز على هذا الموضوع.